أن تكون فلسطينياً حتى يمحى سجلك العلمي ويقصف بيتك وتسرق جميع أبحاثك وكتبك. هذا ما حدث مع الطبيب والعالم الموسعي الفلسطيني توفيق كنعان. درس الطب في بيروت وتخرج بمرتبة الشرف وتخصص في علم الجراثيم المجهرية لينشر أول مقالة له في عام 1911 من عيادته الأولى في فلسطين وفي حي المصرارة في القدس. نشر أكثر من 60 مقالة في الدوريات الطبية الأوروبية باللغة الألمانية والإنجليزية. وكعادة الاحتلال بأشكاله المختلفة يأبى إلا أن يزج بكل قامة وطنية في زنازينه ليودع في سجن عكا بدعوى العمل السياسي ضد الانتداب وبسبب تأسيسه الجمعية الطبية العربية لفلسطين التي قدمت دعماً طبياً للثوار. وفي النكبة قصفت العصابات الصهيونية بيته ونهبت جميع مقتنياته من كتب وأبحاث، فلربما أزعجهم لكون إنجازاته أضخم وأكبر من كيانهم المزعوم.